بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم متضامنين مع رمز من رموز الوطن، والذي ما فتئ منذ انطلاق الثورة وهو داعم لها، وهو الأستاذ الشريف حقا إبراهيم شريف. وإن استهدافه من قبل السلطة ليس جديدا، لما له من باع طويل في السياسة والمطالبة بالحقوق والاقتصاد، وقد طرح على السلطة عدة حلول جوهرية لحلحلة مطالب الشعب في السنوات السابقة، إلا أن النظام لم يعر له أي اهتمام، ومنها البطالة والإسكان ورفع الأجور للمواطنين وغيرها. وإنما قدمه من حراك وطني لا يمكن أن تنكره السلطة. وفي الختام نكرر مطالبتنا بالإفراج الفوري عن إبراهيم شريف وإسقاط كل التهم الموجهة له دون قيد أو شرط، كما ونطالب بالإفراج عن جميع الرموز والمعتقلين والمعتقلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.